السلام عليكم ومرحبا بكم في غسالة ليلي. الوغ اليوم ان شاء الله على طلب الاخت حنديرو الرفيس الغرب الجزائري. يعني كي نقول الغرب الجزائري هي وهران، معسكر، مصغاني، معين، تموشنت، يعني كاع يعني الغرب الجزائري. الاخت باغي رفيس معسكر، قلت لي ان شاء الله نديرها لها تاع الغرب، على طريقه الغرب. الوغ خاطر كل واحد كيفاش يدير رفيس، يعني كل واحد كيفاش يدير له، كاين شحال من طريقه باش نديرو رفيس. الوغ اليوم انا ان شاء الله جبت الطريقه تاع الغرب. الوغ شنو اللي قلنا هنا؟ عندي كما راكم تشوفوا 3 كيلات تاع السميد. السميد هذا متوسط كما راكم تشوفوا، متوسط يعني ديروا بالكيله اللي تبغوها، كاس ولا غرفيه كبيره. ولا هنا عندي حوالي 600 غرام، 3 كيلات هنايا خرجت لي 600 غرام. انا هنا ديت لي غامي كان تاع الدساغ. فوالا انتما كما قلت لكم دو اي عبر، كاس ولا غرفيه، ولا اللي يكون معاها الكيله نفس الكيله اللي تدوها، اللي يكون معاها كيله تاع نص. انا هنا ديت نص زبده ونص زيت كما راكم تشوفوا. فوالا ها عندي هنايا نص زبده ونص زيت، الملح هذا مكان، والماء باش نلمو العجينه تاعنا. تما هنايا غندير مبسس، فوالا الرفيس نديرو مبسس ومن بعد نطيبو. انا غنطيبه في الطاجين، كل واحد كيفاش يطيبه. نبدو بسم الله. كاين لي يقلوه تانيك في وهران، كاين لي يقلوه، انا غنديرها في الطاجين باش يكون ماشي مزيد بزاف، يعني كل واحد كيفاش يدير له. وفي الايام الجايه ان شاء الله ندير لكم طرق وحده اخرى تاع الرفيس، يعني مكانش غير هذا، كاين شحال واحد كما قلت لكم. انا غندير الملح، شويه ملح، هذا كيما هكا، وندير نص زبده ونص زيت كيله، نفس كيله تاع السميده. بسم الله نفرخها هنايا، نفرخها كاع نضرب بسم الله، نقعد نبسس في السميد تاعي. ندخل عفوا، ندخل كاع حد الزبده في عفوا. فوالا نبسس مليح بيديا، يعني كاين في بعض المدينات يديروها، المدن عفوا، مدينات مدن يديروها غير بالزيت. انا ايش بريفير، انا نفضل نديرها بالزبده، يجي مبسس وتجي فيه بنه شابه. وانا نبسس كيما هكا مليح، ندخل مليح الزبده كيما راكم تشوفوا هكا، حكه مليح. فوالا نبسه مليح، فوالا و نقعد نلم فيه بالماء. الماء ما نشوف لكم شحال، كل سميد وكيفاش، كاين سميد لي يشرب، كاين سميد لي ما يشربش، يعني كل واحد وكيفاش. حتى تولي عندنا عجينة دوك تشوفوا معايا العجينة لي نحصلوا عليها. فوالا كيما هكا، فوالا نخسها شوية، نخسها هنا شويه، نخسها هنا شويه، نزيدها غير شويه ماشي بزاف، باسكو راه فيه الزيت ولا الزبده، يعني بخاف يتلم منا. فوالا نقولها كيما هكا، كيما قلت لكم بسس تاع الطاجين. خلاص نبسل نديروها تاع الطاجين ونطيبوها ومن بعد نفتوها. دوك نشوفو هاد العملية في رحبة ان شاء الله. فوالا انا نسيت تلملي كيما راكم تشوفو، هاي العجينة تحصلو عليها. فوالا نديرو هكا تتلملنا. فوالا نضرب هاد اللم لاخر العجينة تاعي كيما هكا مليح. هيا دروك ندير المبسس تاعي كيما هكا، نسقم هنا بيديا هاد لوبوس هذا سبع كبير، ندور كيما هكا. انا ماغاش نديرها رقيقه بزاف، باسكو حنايا ما نديروش رقيق بزاف كيما نبسس، نخلو شويه العجينه غليظه باش كي طيب لنا تقعد هذاك هذاك الدخلاني يقعد بزاف، ما تجينا يابس، تجينا لا كروت هذيك الجلفه وحدها. فوالا نديرها كيما هكا غليظ شويه، انا جدات لها الحما كديرها غليظ كيما هكا، ماما ديرها كيما هكا تانيك، ديرو غليظ شويه ما يرقوهش كيما نبسس كيما راكم تشوفوا.
باش هذاك الدخلاني يقعد بيان. نقصوا له ونطيبوه بيان سور فوالا فوالا هكا خليه فوالا كيما راكم تشوفوا كيما هكا. دوك غادي نقطعه عندي هاد خبز معليش نقطع يعني قطعه كيما فوالا باسكو غادي كيما قلت لكم غادي يتفتت وغادي نفتوه ونفوروه فوالا ندير كيما هكا فوالا كيما هكا كيما راكم تشوفوا. دوك انا غادي ندير الطاجين تاعي يحمى نعاود نرجع لكم ان شاء الله. مرحبا بيتي كيما راكم تشوفوا ندير الطاجين تاعي راه يحمى على النار ودروك غادي ندير البسس تاعي نطيبه نرفده نحطه نطيبه النار غادي نقص لها يعني نديرو على نار متوسطة. مرحبا بيتي كيما راكم تشوفوا راني دايره كاع البسس تاعي فوالا كيما راكم تشوفوا راني نطيب فيه فوالا. دوك انا غادي نطيبه نقلبه كيما نديرو البسس. مرحبا بيتي انا غادي نقعد نقلب البسس تاعي كيما راكم تشوفوا يكون عندها هاد اللون هذا فوالا كيما هكا النار اللي نقصت لها الا كانت تفتت معليش بقاو نفتوه كيما قلت لكم غادي نفتوه من بعد فوالا نقلبها غير بشويه نطيب على الجهه الاخرى. فوالا حباباتي كما كتشوفوا راه صايب بدا يحمر فوالا حمر لي كاع كيما هكا غادي نخليه يطيب شويه الجهه شويه مازال بيض هنايا يطاب لي طابو نقلعهم كيما هذه نقلعها طابت لي كما كتشوفوا. دوك انا غادي نطيبهم كاع غادي نقلعهم غادي نخليهم خليه يبرد خليه يبرد كاع باش نجم بعد نفته غادي نقلعهم كاع ونخليهم يبردوا ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. مرحبا بيتي ها هو البسس تاعي خليته يبرد لي غير شويه ماشي بزاف مازال شويه حامي غادي نفته فوالا كما تشوفوا مازال حامي غادي نفته كاع. هذه قلت لكم انايا توجور نديرها غليظ كيما هكا باش يبقى لي هذا بزاف اكثر من لاكروت هذه اكثر من هاد الجلفه هذه فوالا كون راني نفته كيما تشوفوا نفته كاع بالمغرف هكا. مرحبا بيتي كما تشوفوا راني كاع فتته كما راكم تشوفوا. دوك شنو ندير دوك غادي نخليه يبرد يبرد الناقع باش نجم نغرب له وهذا اللي قاعد هكا محبب نجم نطحنه خليه يبرد ان شاء الله نعاود نرجع لكم. مرحبا بيتي ها هو البسس تاعي راه كاع برد لي صايي. دوك شنو غادي ندير خلينا نطحنه نطحنه في هذا الروبو كيما هكا كيما راكم تشوفوا انا غادي هنا نطحنه كاع بسم الله فوالا كيما هكا فرغها حتى حنا في الروبو طحناه. مرحبا بيتي راكم تشوفوا طحنته كاع طحت غير النص عندي النص الاخر طحناه كيما هذا كيف كيف. مرحبا بيتي راكم تشوفوا طحنته كاع انا ما نغرب له شيء باسكو ما نسحقش نغرب له باسكو طحن لي مليح ما عنديش هذوك هذوك لي كروت هذوك الحبيبات هذوك طحنته كاع خاش كاين لي غربلو باسكو علاه ملي يديروا بسس ما يديروش غليظ يديروا رقيق تما سورتو تجي هذيك لا كروت هذيك انا نو جي با بيزو ما نسحقش انا نغرب له. دوك شنو غادي ندير غادي ها جبت الغربات ما غنغربلاش سييت نو باسكو سا سا ريان باسكو راه ديجا مطحون غايه. دوك شنو غادي ندير انايا غادي نجيب الكسكاس تاعي فوالا ها هو الكسكاس تاعي بصح نتوما الا كان لقيتو فيه الحبيبات غربلوها غربلوه بالغربان اللي العين تاعها تجي شويه كبيره فوالا كما قلت لكم انا عندكم باسكو من درته قبيله درت فيه بيان الزيت والدهان يعني راه مشمخ مراش ناشف طحنته مليح في الروبو فوالا. دوك غادي ندير القدره تاعي تغلي غادي نفوره كيما الطعام كيما فور الطعام فوالا نديرها يفور وكي يبدا البخار يطلع منه حسبو 5 دقائق ومن بعد نعاودو غادي نعاودو كيما الطعام تنعاودو بالحليبه. دوك غادي نديرها يفور ان شاء الله ونعاود نرجع لكم. مرحبا بيتي كيما راكم تشوفو انايا الرفيس تاعي راه يفور كيما قلت لكم كي تشوفوه يفور كيما هكا حسبوا له 5 دقائق فوالا انا غادي نحسب له 5 دقائق ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا حبيباتي ها هو راه فارلي غادي نقلبه هنايا حامي نقلها كاع حاجه اللي فيها هنايا فوالا ودروك غندير عليه الحليب نعاودها بالحليب
كيما الطعام تنعاودو بالحليبه. انا درت هنايا عبر اللي عبرت به السميده ونشوف لي خاصني نزيد، ما نديرهاش كاع حتى نشوفه حتى يتشرب لي ونشوف. فوالا نعاودو بالحليب، راني نخليه ينشف كيما الطعام كيما الكسكس، نخليه ينشف شويه نعاود نفوره المره الثانيه والاخيره. وكاين في بعض المناطق اللي يفوروه ثلاث خطرات، بصح انا تاعي ما نسحقش الفوره ثلاث خطرات. كما راكم تشوفوا راه شرب لي مليح الزبده وكاع، وراه ما راهش يابس كما راكم تشوفوا، راه طري. فوالا فوالا غير نعاوده مليح كيما هكا، ندخل فيه مليح الحليب هذاك اللي درناه. فوالا كيما هكا نزيد شويه حليب هنايا وخليه يتشرب لي كيما الطعام. فوالا انا تاعي ما زدتش الحليب، راه فيه راه شارب غايه الحليب. صافي غادي نخليه ينشف لي واحد الخمس دقائق 10 دقائق يشرب الحليب مليح، ونعاود نرجع لكم ان شاء الله باش نعاودو نفوروه المره الثانيه. فوالا حبيباتي نعاود رجعت لكم بعد ما الرفيس تاعي يشرب لي مليح الحليب كما راكم تشوفوا. فوالا ماشي كيما قبيله ملي درنا الحليب، يعني كيما الكسكس حتى يشرب كاع الحليب هذاك، خلو واحد 10 دقائق ولا. فوالا دوك غادي نعاود نفوروه المره الثانيه. وانا حبيباتي هاري الرفيس تاعي عفوا فار لي المره الثانيه، غادي نقلب هنايا كيما نقول لكم المره الثانيه والاخيره. دونك واش غندير له؟ دونك غندير له الزبده. انا هنايا عندي مرف تاع زبده، عندي حوالي مرف كبيره معمره تاع زبده. فوالا وغادي ندخل الزبده نذوبها هنايا في الرفيس هكا حامي. فوالا كيما قلت لكم يا عده طرق تاع الرفيس، كاين اللي ما يفوروش يعني كيما طيبناه قبيله يفتوه ويديروا فيه الحليب والزبده، وكاين اللي يفوره كيما هكا، يعني كل منطقه كيفاش كيفاش يديروا. فالمره الجايه ان شاء الله ندير لكم الرفيس اللي ما يفورش، غنطيبوه ونفتوه ونديروا عليه الحليب ان شاء الله نديرها لكم. نتمنى الاخت قالت لي عليه، نتمنى يكون هذا هو، الا ما كانش هذا هو تقول لي نعاود لها واحد اخر. فوالا فوالا في الغرب الجزائري هكا يديروا الرفيس على كيما قلت لكم شحال طرق، هادي وحده اخرى اللي ما يفورش. فوالا دوك ندخل مليح الزبده هنايا كيما راكم تشوفوا فيا، ندوبها مليح هنايا. فوالا حبيباتي بعد ما دخلت مليح الزبده كيما راكم تشوفوا ذوبتها كاع في الرفيس تاعنا. دروك هادي اختياريه، كاين اللي بغي يكون الرفيس هكا مالح، وكاين اللي بغي يدير فيه الحسن. فوالا كيما تبغوا، الا بغيتو حلو ديروا فيه الحسن، الا بغيتوه مالح ما دوش الحسن غير كيما هكا وصاي. انا غندير لها شويه حسن، يعني هذا الرفيس هو من عائله الطمينات وكاع. فوالا عندي لها مغرف حسن، مغرف كبيره هذه عندي هنايا، يعني في وهران يديروه في المناسبات كيما المراه كي تولد في النفاس يديروها، يعني في المناسبات يديروها حلو، يديروا هكا بالحسن. فوالا دوك ندخل مليح الحسن في الرفيس تاعي. فوالا حبيباتي راني يعني كملت دخلت الحسن مليح، دوك غادي نديرها في الطبسي، يعني البريزونطاسيون كيما تبغوا ديروه ديروه، انا غنديرها عادي. فوالا تجيبوا ثاني تزيدوا معاه المكسرات في الرفيس، ديروا اللوز كركاع ولا كيما بغيتوا، ولا خلوه كيما هكا. انا غادي نخليه كيما هكا سر، غنديرها في الطبسي تاعي. فوالا حبيباتي راني نزين فيه، درتها في الطبسي تاعي، درتها على الشكل كيما هكا كما تبغوا. تبغوا ديروا هكا، تبغوا ديروا فيه امول كما تبغوا. غادي نزين فيه بالقرفه كما راكم تشوفوا هكا، غادي ندير شويه سكر غلاس فوقه، يعني غادي ندير ديكوراسيون عاديه. وكما قلت لكم وحده كيفاش تزين الرفيس تاعها، ولا خلوها هكا سامبل. دوك انا غادي نزينه ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. ولا حبيباتي ها هو الرفيس تاعنا كما راكم تشوفوا، انا زينته تزيين يعني عادي، قربها لكم كما راكم تشوفوا ها هو، يعني يزينوه بالتمر بالقرقاع يعني باش ما بغيتو، يعطيكم الفكره وانتم تجمو تغيروا. كما قلت لكم مازال في المستقبل ان شاء الله ندير لكم رفيس واحد اخر، ما كانش غير هذا، كاين شحال من نوع تاع الرفيس. فوالا نتمنى هذه الوصفه تكون عجبتكم ان شاء الله، وتسيوها وتعجبكم وديروا لي تعليق، ونبقى نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقوا في وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.